أحبائي وأصدقائي، سلام المسيح معكم. ألتقي بكم مجددا. اليوم هو الأحد الثالث من زمن القيامة، والكنيسة تضع أمامنا هذا النص من الإنجيل المأخوذ من إنجيل يوحنا الفصل 14. أريد أن أقرأ مقطعا صغيرا منه وعليه سوف أبني موعظتي. قال الرب: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا. في بيت أبي منازل كثيرة، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم، فإني ذاهب لأعد لكم مكانا، وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود إليكم وأخذكم إلي لتكونوا حيث أكون أنا. أنتم تعرفون أين أنا ذاهب وتعرفون الطريق. فقال توما: يا سيد، لا نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ أجابه يسوع وقال له: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. إن كنتم قد عرفتموني فقد عرفتم أبي أيضا، ومنذ الآن تعرفونه ورأيتموه. حبائي، هذا النص من الإنجيل يبدأ بكلمة تتردد في هذا الزمن كثيرا، كلمة يسوع إلى تلاميذه: لا تخافوا، لا تضطرب قلوبكم. هي نفس الكلمة، نفس الفعل الذي استخدمه الإنجيل في قول المسيح لتلاميذه عندما جاء ماشيا على البحر، قال لهم: لا تخافوا، إني أنا هو. المسيح بالحقيقة يعطينا، بالنسبة لنا يعطينا السلام والأمان الحقيقي. المسيح يعرف من إنه المسيح هو سلامه وهو أمانه الحقيقي. في حياتنا مخاوف عدة، يخاف الإنسان من الألم، يخاف الإنسان من الموت، يخاف الإنسان من المستقبل والمصير والمجهول. هذا الخوف يلف ويلج في أعماقنا، حتى في كثير من الأحيان يجعلنا مشلولين أمام حياتنا وتحدياتها. وإذا بالمسيح يقول لنا: لا تخاف. من أين يأتي هذا السلام؟ يأتي أولا من اتحاد شخصي بالمسيح. فعلا الإنجيل يقول: آمنوا بالله وآمنوا بي أيضا. الأمان والسلام يأتي من الإيمان. إشعياء كان يقول: إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. المسيح هو أماننا الحقيقي أخواتي وإخوتي. هذه العلاقة التي تربطنا به، العلاقة الشخصية، هي التي تعطينا فعلا سلام القلب. لماذا؟ لأننا نعرف في عمق أعماقنا من إننا في حياتنا هذه، في مواجهة تحدياتنا، لسنا لوحدنا، إنما المسيح معنا. هو يمشي معنا الطريق، بل هو مثلنا، مشى حياتنا، تبناها، عاشها بكل تفاصيلها وبكل أحداثها. أخواتي وإخوتي، الأمان لا يأتي من ما نملكه من شهادات أو من اختصاصات أو من مال أو من جاه أو من شهرة. لا، الإيمان يأتي من شيء واحد، يأتي من تسليمنا الكامل وثقتنا بالله إنه هو حاضر في حياتنا، وهذا قد عمله في يسوع المسيح. جميلة هي كلمات الإنجيل. يسوع يستخدم هذه الكلمات لكي يصف هذه العلاقة الحميمية الصميمية التي تربط بالتلميذ. آتي إليكم، أخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم. بالنهاية يعرف المسيح من إنه حياته موجهة نحو هذا المركز الكبير الذي هو الشركة مع الآب والابن والروح القدس، كأنه حياتنا مصممة لكي تتحد بحياة الثالوث.
يسوع يقول للمسيحي: أنتم تعرفون الطريق. ثم يسأل بالإنجيل يقول: يا سيد، نحن نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ وهون يسوع يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة. ثلاث تعابير بديعة جدا يصف بها يسوع هويته، ويصف بها أيضا بالحقيقة عمله للتلميذ أو حياة المسيحي نفسه: الطريق والحق والحياة. يسوع هو الطريق. ما معنى الطريق بالنسبة للمسيحي؟ معناته بالحقيقة أنه يسوع المسيحي يعرف من أنه حياته مصممة لكي تقتدي بحياة المسيح. الطريق معناته اقتداء بمنهج، اقتداء بطريقة، اقتداء بمبادئ، طريقة حياة عاشها يسوع وأنا أتبناها. الطريق يعني أن نعرفه هو، الطريق يعني أن نحبه هو، الطريق يعني أن نترك أنفسنا لكي يحبنا، الطريق يعني هو أن نكون معه في كلامه، في أعماله، في حياته. يسوع هو الحق. في حياتنا حقائق عدة، حقائق سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، جزئية أيضا في حياتنا، أفكار ومفاهيم. لكن المسيحي يعرف من أنه الحقيقة التي تقيس، التي على أساسها يقيس كل أفكار الأخرى والتي كل شيء آخر يصبح بالنسبة لها نسبيا، هي حقيقة المسيح والإيمان به. حقيقة المسيح هي حقيقة الله الذي يحبنا والذي يبذل ابنه من أجلنا. المسيح يعرف أن هذه الحقيقة هي التي تفتح أفق تفكيره، مهما كان هذا التفكير دقيق علميا، مفيد اجتماعيا، لكنه يعرف من أنه هذه الحقيقة هي التي تنير وتفتح كل الحقائق الأخرى لكي توجهها نحو مركزها، نحو فعلا النور الذي يعطيها بهجتها وسلامها وأمانها وثباتها، وهو حقيقة الله. ثلاثة، المسيح هو بالحقيقة لنا الحياة. حياتنا ليست فقط تلك التي نعيشها بيولوجيا، تلك التي نعيشها أرضيا، تلك التي نعيشها فسيولوجيا التي بها نختبر بالحقيقة جسد يتحرك أو فكر يفكر بالأشياء. حياتنا العميقة والصميمية تأتي من شركتنا العميقة مع المسيح. هذه الحقيقة هي التي تنتشر من خلالنا نحو الآخرين. خواتي وإخوتي، نحن مدعوون في هذا الأحد إلى أن نتبنى المسيح كطريق، كحقيقة لنا في حياتنا، وكحياتنا الصميمية التي تفتح حياتنا هذه نحو أبعاد أبدية لا محدودة. المسيح هو الذي يعطينا الأمان الحقيقي لسلام اللي داخلنا لقلبنا، فدعونا نؤمن به، نحبه ونقبله في حياتنا. أتمنى لكم أحدا مباركا. ربنا يبارككم ويعطيكم دائما نعمته أينما كنتم. تعالوا إلي، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الرفيق، أنا نور العالم أفيد الهبات، التجوا إلي تجد الثبات. تعالوا إلي، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الرفيق، أنا نور العالم أفيد الهبات، التجوا إلي تجد الثبات.